أجرت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة النهاب بنت مكناس مباحثات في نواكشوط مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جياغو ماديرازو، وناقش الطرفان خلال المباحثات التي جرت بمبنى الوزارة بنواكشوط سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة. تتواصل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان أعمال القمة الخامسة للاتحادين الأوروبي والإفريقي بمشاركة نحو 5000 مشارك يمثلون 55 دولة إفريقية و 28 بلدا أوروبيا. وتبحث القمة على مدى يومين مواضيع مختلفة بينها التنمية والهجرة والشغل، إضافة إلى ملفات تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة والبحث عن إيجاد حلول مشتركة للتحديات المشتركة. أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها عن تعديل وزاري جزئي عين بموجبه المختار مالالجا وزيرا للعدل، وكان يشغل منصب وزير للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. ووفق التعديل الوزاري الجزئي فقد تم تعيين سيد علي محمد خونة وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بعد أن كان يشغل منصب وزير أمين عام للرئاسة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلكو الأحمد الزيد به مباحثات مع السفير الفرنسي جويل ماير بمبنى الوزارة في العاصمة نواكشوط. وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن المباحثات بين الطرفين تطرقت لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا وفرنسا، وجرت بحضور السفير مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية عبد القادر المحمد.